النقابة حريصة أن توفر هذه الأجواء وأن تعمل كل التسهيلات الممكنة لهذا الغرض في تجوال الزملاء الصحفيين أثناء الحظر الجزئي والحظر الشامل في نفس الوقت. من جانب من هذه التسهيلات هي توفير الباجات التي تقوم بتسهل لهم عمل تجوالهم في السيطرات وتسهيل مهامهم في التغطية الإعلامية. نقابة الصحفيين ستكون لها الدور المهم بالنسبة لاستثناء الصحفيين حتى يكون للوباء حد بالنسبة كحدود إعلامية. هنالك تثقيف إعلامي، هنالك توجه إعلامي، هناك تخبط بالقرارات اللجنة العليا للسلامة والصحة بما يخل تحليل يقيد حرية الإعلاميين. اليوم تسهيل قرارات ومؤسسات بأعداد وباجات قليلة، مع الأسف هناك قرارات تصدر ضد الصحفيين والإعلاميين. مؤسسة بال 150 صحفي حددها ب 25 مؤسسة، المفروض من اللجنة العليا بأن يكون عندها قرارات تخص الإعلاميين، بيكون هناك دور لنقابة الصحفيين أو هيئة الإعلام أو حتى كليات الإعلام أو من الشخصيات الإعلامية المعروفة.